يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا، واللي بنتابع فيه طبعا اهم اخبار نادينا الزمالك وكمان الاخبار المحليه والاخبار العالميه. ولكن زي عادتنا كل يوم بنبدا بعناوين الحلقه. مصر وغينيا بدايه جديده. الزمالك والداخليه مواجهه قويه. الزمالك في 2022 طفرة إنشائية. علي بركة في ضيافة أخبارنا. أما موضوع حلقتنا النهاردة، عايزين نعرف من حضراتكم توقعاتكم لمباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا. يا مساء الخير واهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه ان احنا النهارده عندنا موضوعين مهمين جدا 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 عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن بدايه كلامنا النهارده هو منتخبنا الوطني ومباراه غينيا بكره ان شاء الله. الحقيقه ان هي مباراه مهمه جدا جدا في تصفيات امم افريقيا 2023 بكره ان شاء الله الساعه 9 بالليل، هتكون في استاد القاهره الدولي، والحمد لله خلاص تم تحديد الحضور الجماهيري وهيكون 40,000 مشجع للتواجد في المباراة. زي ما قلت لحضراتكم في البداية، هي مباراة مهمة جدا جدا جدا، هي دي اللي هتحدد كده ملامح المنافسة في مجموعة مصر. الفوز ثم الفوز ثم الفوز، وده طبيعي جدا وهو ده اللي مطلوب بكرة من لاعبي منتخب مصر. ده هيخلي منتخبنا الحقيقة عنده أريحية كبيرة جدا في المجموعة، لكن احنا بنتمنى ان احنا ان شاء الله بكره مش بس ان هي تكون مباراه فيها مكسب، ولكن كوره يعني يبقى فيها كمان عرض رائع وكوره جميله بكره ان شاء الله نشوفها من المنتخب، نشوف كده يعني ثوب جديد لمنتخبنا الوطني بكره. وبعدين عايزين نكسب طبعا في اثيوبيا في الجوله الثانيه في ملاوي. احنا بنتكلم كده ان في 6 نقاط، ال6 نقاط دول لو احنا قدرنا ان احنا نحصدهم ان شاء الله نضمن ان احنا نحسم التاهل المبكر لامم افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله وده السيناريو اللي احنا نقدر نمشي عليه. ليه بقى ان احنا يعني عندنا الامل ده؟ انت عندك منتخب كبير جدا، منتخب عنده اصلا مقاومات الفوز، الحمد لله المباراه على ارضنا ومع جماهيرك او قدام جماهيرك. حاجه كمان ان الجماهير المصريه زي ما حضراتكم عارفين ما بتاثرش، يعني بالذات بقى في المواقف دي، نقف كده عند النقطه دي شويه. 40,000 مشجع، انا متاكده احنا لو كنا حددنا كمان اكتر من كده كان هيجي الجماهير المصريه، واحنا شفناهم في تصفيات كاس العالم قد ايه الجماهير كانت موجوده وكانت بتشجع لاخر نفس، من اول دقيقه لاخر دقيقه. الجماهير بتعمل اللي عليها والزياده، ولكن احنا كمان عايزين بكره الجماهير تعمل اللي عليها والزياده، تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، دعم لكل لاعب هينزل في ارض الملعب، ادعموا بكل قوه عندكم، عايزين بكره يعني الملاعب المدرجات تترج من الهتافات. المفروض ان المنتخب النهارده هيخوض اخر مران ليه الساعه 7 في استاد القاهره، وده بعد التدريب او التدريب يعني اللي هيستقر عليه كابتن خالد جلال على خطه الماتش، او بكره المفروض هيلعب باني طريقه مفضله ليه او حسب كمان يعني منتخب غينيا. اكيد الايام اللي فاتت كابتن ايهاب جلال ومعاونيه درسوا كويس جدا 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 كل صغيره وكبيره في منتخب غينيا، فبناء عليه طبعا هيتم تحديد بكره يعني طريقه التشكيل او طريقه لعب كابتن ايهاب جلال. حاجه كمان لو جينا بصينا لمنتخب غينيا، عندهم لعيبه قويه جدا جدا جدا، يعني مش لازم نستهتر تماما، على راسهم نابي كيتا وهو زميل الفرعون المصري محمد صلاح في ليفربول. بس احنا ما زلنا عندنا تشكيله اقوى من اللعيبه في كل الخطوط، وده اللي بيميزنا على فكره. اللعيبه كلهم في المعسكر الحمد لله جاهزين مستعدين للمباراه ان شاء الله بكره، كل رفع شعار واحد بس هو لا بديل عن الفوز،
وان شاء الله باذن الله هو ده اللي يحصل بكره، ونحتفل بكره كلنا ان شاء الله باول فوز لمنتخبنا في مجموعته بتصفيات افريقيا 2023. ولكن زي ما قلت لحضراتكم، مطلوب ان احنا نشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه، ندعم منتخبنا. هو محتاجنا طبعا في الفتره دي، واحنا معانا تشكيله قويه جدا 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 ومجموعه لعيبه قويه جدا جدا جدا، سواء كانوا المحترفين او لعبتنا في الدوري المصري. عايزين بقى نروح لموضوع تاني برضو، بصراحة من المواضيع المهمة جدا جدا واللي احنا لازم نلقي الضوء عليها ونحط تحتها مليون خط ونقف لها وقفة كده ونشوف بالظبط ايه اللي بيحصل، وهو الطفرة الإنشائية المستمرة داخل نادي الزمالك. الحقيقة ده بيحصل من سنوات ولحد دلوقتي دايما تلاقي فيه استكمال لهذه الانشاءات. الحقيقه محدش يقدر ينكر تماما تماما انجازات مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور، واللي على راسها فعلا بيحصل طفره انشائيه غير مسبوقه حصلت داخل نادي الزمالك على مدار السنوات الاخيره. طيب احنا لو اتكلمنا عن الانشاءات دي فبصراحه يعني حدث ولا حرج. امبارح بس المستشار مرتضى منصور افتتح صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالسيدات، وده بعد ما زودوها بأحدث الأجهزة وفقا للمواصفات العالمية. حقيقة ان مش أي جيم تقدر تدخل فيه تتمرن وتحس انك انت هتخرج منه مثلا بعد فترة قادر انك انت تعمل يعني تلعب رياضة كويسة، لازم يبقى الجيم ده جواه معدات كويسة تعرف تتمرن عليها. فكرة ان احنا نبقى في جيم بأحدث التقنيات العالمية للسيدات فده حقيقة شيء يحسب جدا 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 لمجلس الإدارة. امبارح كمان تم افتتاح حمام سباحة كبير واللي حمل اسم المستشار الراحل جلال إبراهيم. الحقيقة ان دي لفتة وفاء عمرها ما كانت جديدة أبدا 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 على مجلس إدارة نادي الزمالك أو على نادي الزمالك. تم كمان افتتاح الحمام الاولمبي وده بعد تجديده بالكامل، وركزوا معايا في النقطه دي لانه حمل اسم اللواء عبد العزيز قابيل وهو احد اهم نجوم الزمالك في الخمسينيات وهو نائب رئيس النادي الاسبق. كمان هو شارك في حرب اكتوبر المجيده وكان قائد الفرقه الرابعه المدرعه والمكلفه بتامين المشاه خلال الحرب. لو تفتكروا معرفش تفتكروا لا، ولكن في شهر مايو كان برضو حصل افتتاحات، ومش اول مايو لا، هو كان في اخر مايو كان لسه من قريب، اكتر تم افتتاح اكتر من حديقه داخل النادي وغيرها كمان من المنشات الجديده. وده اللي كنت بحكي لكم عليه، ان احنا فعلا كل مره هتروح تزور فيها نادي الزمالك لا هتلاقي فيه افتتاحات، هتلاقي فيه انشاءات، هتلاقي فيه تطور، هتلاقي فيه بنسمع ليه الاعضاء النادي بنفهم بالظبط هم عايزين ايه، وبالتالي مجلس الاداره يعني سرعان ما بيتحرك وبيتم فعلا انشاءات جديده وافتتاحات جديده وتطوير جديد. وده يخلينا نقول ان احنا عندنا امل كبير جدا ان الفتره الجايه كمان هيكون فيه انشاءات جديده داخل النادي، وده كله عشان تستمر هذه الطفرة الإنشائية لإرضاء كل أعضاء نادي الزمالك. زي ما أكدت على حضراتكم في بداية كلامي على أهمية مباراة بكرة لمنتخبنا أمام غينيا، لكن خلونا دلوقتي نطلع نشوف تقرير عن ضربة البداية لمشوار الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا ونرجع ونبدأ أخبارنا. بداية جديدة، عنوان يمكن أن نطلقه على مواجهة مصر وغينيا في ضربة بداية مشوار الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا. بداية نتمنى أن ننسى بها ما فات. منتخبنا وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية لكنه خسر على يد السنغال، وفي تصفيات المونديال وصل الفراعنة للمرحلة الحاسمة لكن ضربات الترجيح ابتسمت للسنغال من جديد. بداية جديدة للفراعنة وبداية جديدة لإيهاب جلال مدرب المنتخب في مشواره الجديد، وبداية جديدة لمحمد صلاح بعد عام للنسيان مع المنتخب وموسم صعب مع ليفربول حقق فيه ألقاب وإنجازات لكنه لم يصل لهدفه، فخسر دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية وخسر الدوري الإنجليزي في المحطة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي. كل تعثرات الفراعنة وصلاح يمكن استثمارها بالشكل الأمثل لتكون مباراة غينيا في التصفيات بداية جديدة
لرواية المنتخب وصلاح، والتي نتمنى أن تكون نهايتها سعيدة. الجمهور المصري ينتظر تتويج هذا الجيل بعدما وصل لنهائي أمم إفريقيا 2017، ووصل لنهائي أمم إفريقيا الأخيرة، ووصل للمرحلة الفاصلة في تصفيات المونديال، لكن لم يحالفه التوفيق، وإيمان المصريين لم يهتز أبداً بهذا الفريق، يؤمنون أن هذا الجيل لا ينقصه سوى التوفيق. بداية أخبارنا من عند فريق الكرة الطايرة. بعد نجاح مجلس الإدارة في تجديد عقد محمد رضا لاعب الطايرة لمدة 4 أعوام مقبلة، وده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات. ويعد رضا من أبرز لاعبي الطايرة، وجاء تجديده أو تجديد تعاقده في إطار خطة إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الذي توج ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر في الموسم المنقضي. نروح بقى لفريق كرة القدم، واللي واصل تدريباته النهارده في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة بعد فترة التوقف بسبب التوقف الدولي اللي هيخوضه خلاله المنتخب مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا، وكمان مباراة ودية أمام منتخب كوريا. والزمالك بيواصل الاستعداد لمباراة الداخلية في دور الـ 32 لكأس مصر، واللي هتكون يوم 13 يونيو، وكمان مجموعة تانية من الارتباطات على مستوى بطولة الدوري في شهر يونيو. خلونا نستقبل تليفون من كابتن محمود الخواجة لاعب الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. كابتن حضرتك سامعني؟ مساء الخير. كل ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا استاذه مها؟ انا كويسه طول ما حضرتك كويس. سلام طيبين. ربنا يخلي حضرتك. قول لي بقى، شايف ازاي مباراة مصر بكرة ان شاء الله امام غينيا؟ ان شاء الله يعني تبقى ان شاء الله بداية موفقة للكابتن ايهاب جلال. وهو مدربين الممتازين داخل الملعب العاديين في شغلهم. راجل لاعب دولي قديم يعني خبرته كبيره في التدريب، فانا محتاج الدعم يعني يكون كلنا وراه وورا الفريق القوم ان شاء الله مباراه بكره. اللي ان شاء الله تكون بدايه جديده يعني للمنتخب، ونعوض اللي فات باذن الله، ونأكد على وصولنا بدري في المجموعه ان شاء الله. يعني الماتشين اللي جايين دول بكره، يوم بكره واللي بعد كده بكره الخميس مع اثيوبيا، بكره اول مباراه وثاني مباراه ان شاء الله يوم الخميس الساعه 6 مع اثيوبيا بره في ملاوي. ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد 6 بونت باذن الله. دول هيساعدونا يعني ننتهي بقى، يعني نبقى ماشيين بخطه ثابته ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طب لعبتنا ان شاء الله يعني ان شاء الله جاهزين، والواضح يعني بيبان على فكره الاهتمام طبعا في ببعض الاخبار اللي بنعرفها عنهم انهم مركزين جدا كلاعيبه وكجهاز فني. واكيد بكره يعني هيبقوا عايزين يعني يعوضوا الجماهير المصريه. ان شاء الله، ما هي البدايه بقى بكره صفحه جديده ان شاء الله مع المنتخب. ان شاء الله يصالحوا جماهيرهم. ان شاء الله ويقدموا مباراه كويسه ويكسبوا فيها. وكون دي بدايه للكابتن ايهاب وللجهاز اللي معاه واللعيبه ان شاء الله. طب حضرتك شايف ايه المطلوب من جهاز المنتخب ان شاء الله بقياده كابتن ايهاب جلال في اول مباراه رسميه لي؟ هو بس الكابتن ايهاب جلال مش هيبعد كتير عن اللي كان موجود، يعني عن كروش؟ عن كروش يعني اللي كان موجود، يعني مش هيبعد كتير. مش هيبتدي، مش هيلعب كتير في الفرقه، تمام؟ على اساس ان هو برضه يعني النهارده يعني من الحاجات الكويسه اللي في منتخب مصر النهارده بقى معروف من منتخب مصر تقريبا يعني باستثناء مثلا اختلاف على 1 على 2،
انما لكن تقصد ان هو مش هيبعد عن القوام الاساسي او التشكيل الاساسي اللي كان قبل كده. طبعا يعني اكيد يعني ده لازم يكون حاطط في اعتباره كده ان هو ما هوش عصا سحريه هيعمل بقى ده لسه مش ده ده اول ماتش يعني وبعد الفتره اللي فاتت. فطبعا هو النهارده عايز يكسب، فالنهارده مش هتدوس لي مش هيلعب في التشكيل كتير. الطريقه تقريبا هي هي، بس اهم حاجه ان لعبتنا تحترم الفرقه اللي هنلعبها دي، فرقه كويسه مش وحشه، فيها لعيبه دوليين على فكره بيلعبوا محترفين في انديه ثانيه منهم اكيد زميل صلاح في ليفربول. يعني هنلاقي فرقه مش سهله، بالظبط. فبالتالي لازم نحترمهم كويس قوي عشان نقدر نكسب. اي احترام اي ماتش كوره لازم لعبتنا تاخده بجديه وتحترم الخصم عشان تقدر توصل للي هي عايزاه. ده اللي انا اعرفه في الكوره، الكوره تديها تعادل مع تديكي غير كده لا. مش عايزين بقى نقول بقى احنا مصري ونلعب بقى على الاطلال وعلى القديمه الحاجات، لا احنا مصر مصري يبقى في الملعب نقول احنا مصر نرد في الملعب. احنا خدنا التوفيق والحظ الفترات اللي فاتت ايوه فترات كاس العالم والبطوله الافريقيه يعني حاجات كتير. فان شاء الله يا رب ولادنا يعوضوا الكلام ده كله وتبقى يبتدوا صفحه جديده ان شاء الله مع الكابتن ايهاب يا رب ان شاء الله. وان شاء الله خير ان شاء الله، متفائلين يعني واحنا ورا المنتخب بكل يعني جماهيريا ومعنويا وادبيا وكل حاجه. بالظبط. طيب كابتن لو عايز اروح معاك بقى للزمالك، واكيد حضرتك عارف ان الزمالك الموسم ده عنده ضغط مباريات مش طبيعي، ازاي الجهاز الفني يتعامل مع ضغط المباريات دي؟ احنا واضح واضح اولا الحمد لله يعني الحمد لله ان احنا عندنا جهاز محترم بيقوده مستر بيريرا مع كابتن اسامه مع عبد المقصود مع امير مسؤول الكوره المسؤول عن الكوره في الاول. يعني انا عايز اقول ايه ان مستر بيريرا خبرته كبيره كتير جدا وعارف يعني ايه النهارده ان هو هيلعب مع فرقه صعدت للممتاز الداخلية. بالظبط. صعدت الممتاز مش هتبقى المباراة سهلة. مش يعني برضه دي مش هتبقى مباراة سهلة، احنا قلنا على اللي فاتت مع الفرقة اللي هي بتاع الأولانية اللي لعبناها بتاعت أسوان. أسوان. كانوا يعني مش سهلين. ما كانوش ماتش ما كان صعب. كان ماتش صعب جدا. ده هيبقى أصعب. لأن فرقة الداخلية عايزة تثبت وجودها وتقول أنا صعدت. بس صعدت يعني بضربة حظ، لا ده انا صعدت اهو بادائي، هتلاقي اداء في قتال عشان هو عايز يثبت وجوده وعايز يكسب، يقول لك ما كسبش الزمالك ليه؟ والكاس دايما بيبقى فيه مفاجآت. بالظبط. بس انا بقول طبعا الزمالك المره دي في غياب سبعه في المنتخب. اكيد مستر بيريرا عمل حسابه وشغالين دلوقتي على ان هم النهارده يحضر البديل بحيث ان ما يبقاش فيه يعني ما يحصلش اي زي ما بيقولوا هزه يعني في الفرقه. فهم النهارده الجهاز بسم الله ما شاء الله هو اللي في المطبخ وهو اللي هيقدر يحط التشكيل المناسب ويقدر يوعي لعيبتنا من دلوقتي، ولازم يتعامل مع لعيبتنا ويفهمهم مدى اهميه المباراه. بالظبط. المباراه مش هتبقى سهله. دي حقيقة. فدور الجهاز الفني فوق دور مهم جدا التحضير. تحضير قبل المباراه ده مهم جدا. فدي بتتوفر في مستر فريرا ان ازاي بيهيئ اللعيبه نفسيا للمباراه. المباريات والحمد لله ان المباراه الاخيره مع الاسماعيلي ادينا اداء كويس او وده يدينا دفعه ان شاء الله في اللي جاي يا رب ان شاء بس الله. بس انا عايز اقول ان ماتش الداخليه مش هيبقى سهل، لازم لعيبتنا تعرف كده. اكيد اكيد طبعا وصل لهم يعني كمان الاحترام اللي هو المنافس ده مهم جدا، وخاصه الفرق اللي هي يعني مع احترامي ليهم هم مش طلعوا ممتاز خلاص يعني فدول هتلاقيهم يعني في شراسه في ادائهم في تصميم على انه عايز يكسب نادي الزمالك، وخاصه ان الفرقه السعوديه لما بتلعب قدام الزمالك بيطلعوا كل ما في كعبتهم يعني عشان ان هو بالظبط يعني عايز يثبت نفسه بقى. فانا بقى انا بقول للزمالك لعيبه الزمالك ولادنا اخواتنا الاحترام الخصم مهم جدا. تمام. لأنه مش هيلاقوا حاجة سهلة. تمام. بشكر حضرتك جدا 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 كابتن محمود الخواجة لاعب الزمالك السابق.
بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معنا. نروح لشيكابالا والداشي كقائد الفريق تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي، وده على هامش مران امبارح استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كاس مصر. كنا عارفين طبعا ان شيكابالا كان بيعاني من الاصابه في الفتره الاخيره، ولكن هو حاليا بيواصل برنامجه التاهيلي، وده بناء على تعليمات الجهاز الفني لتجهيزه في المشاركه في التدريبات الجماعيه خلال الفتره اللي جايه. واكيد طبعا احنا بنتمنى ان هو يكون جاهز لمباراه الداخليه في كاس مصر، لان وجود شيكابالا في المباريات المهمه دي بيفرق جدا 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 في ارض الملعب. لسه مكملين اخبارنا، ويخوض الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك مباراه وديه الساعه 4:30 مساء يوم الاثنين اللي جاي، وده امام فريق المصريه للاتصالات على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، وده استعدادا لمباراه الداخليه اللي جايه في كاس مصر. المباراه دي طلبها فرير علشان تساعده في تجهيز جميع اللاعبين للمباراه المقبله في كاس مصر، واللي هتكون امام الداخليه يوم 13 يونيو في دور ال 32. كمان فريرة عايز يعني يطمن على اداء مستوى البدلاء والناشئين اللي تم تصعيدهم مؤخرا لتدريبات الفريق الاول، وده في ظل غياب اللاعبين الدوليين. تعالوا دلوقتي مع بعض نطلع نشوف تقرير عن مباراة الزمالك والداخلية في دور ال 32 من بطولة كاس مصر، ونرجع ونستكمل. البعض قد يعتبر أن مباريات الأدوار التمهيدية في مسابقات الكؤوس مباريات سهلة، لكن في الماضي القريب وبالتطبيق على مسابقات الكؤوس في العالم فإن هذه المقولة ليست صحيحة. المقولة الأصدق هي أن بطولة الكأس هي بطولة مفاجآت، مقولة يجب أن يضعها في الحسبان لاعب الزمالك قبل مواجهة الداخلية في الدور ال 32 من بطولة كأس مصر. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، مباراة الداخلية هي مواجهة قوية. اللاعبون يدركون جيدا أنها أفضل إعداد قبل مباراة القمة، لكن التفكير في الدوري ممنوع حتى تنتهي مباراة الداخلية وحتى تستمر مسيرة البطل في كل البطولات. بعد الحفاظ على قمة الدوري والوصول لنهائي كأس مصر الموسم الماضي، يستعد الفارس الأبيض لخطوة جديدة في البطولة الثالثة، وهدف اللاعبين هو التعويض وإسعاد الجماهير بموسم تتمنى فيه الجماهير أن يحصد الزمالك الثنائية، والفوز على الداخلية سيمنح الفريق الدفعة المعنوية من أجل المزيد من الانتصارات. وغياب اللاعبين الدوليين يعني فرصة للبدلاء والناشئين من أجل تحقيق حلم الملايين، وتبقى مباراة الزمالك والداخلية مواجهة قوية في طريق الفارس الأبيض نحو البطولة المحلية. وبعد ما خلصنا أخبار نادينا جه ميعادنا مع الأخبار المتنوعة. بداية أخبارنا المتنوعة من عند منتخب مصر، وبيختتم منتخبنا الوطني بقيادة كابتن إيهاب جلال تدريباته مساء اليوم، وده استعدادا طبعا لمواجهة غينيا المقرر ليها بكرة إن شاء الله في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوتيفوار 2023، وهتكون أول ربع ساعة من التدريبات اللي هتبدأ الساعة 7 في استاد القاهرة متاحة أمام وسائل الإعلام للتصوير، مع عقد مؤتمر صحفي للمدير الفني قبل التدريب الختامي. طبعا كل التوفيق لرجالة منتخبنا، ويبدأوا مشوار التصفيات بفوز مهم جدا جدا جدا، ويبقى أول خطوة إن شاء الله في طريق التأهل لكأس الأمم الإفريقية. لسه مع منتخبنا، واقترب المدافع ياسر إبراهيم من التواجد في التشكيل الأساسي لمنتخبنا ضد غينيا علشان يكون هو المدافع الثاني بجوار محمود الونش. طبعا فرص ياسر زادت في المشاركة عشان يعوض غياب أحمد حجازي واللي بيخضع حاليا للتأهيل في إسبانيا، ومحمد عبد المنعم اللي بيعاني من الإصابة خلال الفترة الأخيرة. كمان اقترب كريم حافظ المحترف في الدوري التركي من قيادة الجبهة اليسرى في المباراة بعد تأكد غياب أحمد فتوح واللي تعرض لحادث سير أثناء توجهه للمعسكر المنتخب الحالي.
لسه مكملين مع اخبار منتخبنا وتحديدا محمد الشناوي حارس المنتخب واللي بيعاني من اصابته بفيروس كورونا، واجرى الجهاز الطبي مسحتين جديدتين لمحمد الشناوي، ولكن بكل اسف استمرت نتائج المسحه ايجابيه، وبالتالي بيستمر عزله عن باقي اللاعبين لحين تحول المسحه من ايجابيه الى سلبيه. في خبر تاني مهم عن مباراة مصر وغينيا، ويقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تغيير حكم مباراة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس افريقيا 2023، والكاف وارسل الكاف اختار رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بيبلغ فيه باختيار الحكم احمد امتياز من موريشيوس، وانه سيتولى مهمة ادارة مباراة مصر وغينيا بدل من الحكم الانجولي هيلدر مارتينيز. النهارده 4 يونيو، وده الحقيقه يوم مميز جدا 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 لانه بيحمل ذكرى ميلاد اسطوره التعليق القروي المصري وملك الافيهات والقفشات الكرويه الراحل محمود بكر، واحد من عمالقه التعليق ونجم النادي الاولمبي السكندري. اتولد زي النهارده عام 1944 وتوفي يوم 3 فبراير 2016. حقيقه ان محدش فينا يقدر ينسى كلمات محمود بكر وقفشاته في التعليق، كان من أشهرها عدالة السماء تنزل على استاد باليرمو، ودي كانت أشهر جملة قالها في مسيرة التعليق الكروي المصري، وكان كمان من خلال تعليقه على مباراة مصر وهولندا في كأس العالم 1990 بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب مصر، وقدر وقتها طبعا كابتن مجدي عبد الغني يسجل هدف منها، كان يعني هدف التعادل. وفضلت الجملة اللي قالها محمود بكر عايشة معانا سنين وسنين حتى لحد يعني وقتنا دلوقتي. ومن أشهر كمان جمل الراحل محمود بكر اللي كان بيقولها دايما في مباريات كتيرة جدا جدا جدا، قول لي ازاي يا كابتن، ودي كانت جملة بتحس ان هي يعني بتبني حوار دايما بينه وبين الجمهور، وبعدها بقى يبتدي يشرح ويحلل اسلوب اللعب في المباراة ويبتدي بقى كمان يعلق عليها. حالا احنا بنقول له ربنا يرحمك، واحنا حبينا جدا ان احنا يعني نحيي ذكراه النهارده ونفتكره. النهارده بتختتم منافسات دوري الدرجة الثانية بإقامة مباريات الجولة الأخيرة في المجموعة الأولى، وهي مجموعة الصعيد، وخلال اليومين اللي فاتوا انتهت منافسات المجموعتين الثانية والثالثة، وهبط 4 فرق من المجموعة الثانية واللي فيها فرق القاهرة ومنطقة القناة، وهم المريخ وبور فؤاد وبلبيس وبنها، وفي المجموعة الثالثة واللي بتضم فرق بحري هبطت فرق العاب دمنهور والزرقاء والصيد بالمحلة والرجاء. طبعا بنتمنى كل التوفيق لكل الفرق اللي هبطت انهم يعودوا سريعا للدرجة الثانية، واللي هو فعلا دوري دايما فيه مفاجآت وقوي جدا 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 ومنافسة فيه شرسة جدا جدا جدا. هنطلع فاصل قصير ونرجع ونستقبل ضيفنا الأستاذ علي بركة الناقد الرياضي. عمل لا ينتهي وجهد صادق هو العنوان الأدق إذا شئنا أن نصف العمل الذي يقوم به مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل الأعضاء والجماهير. خلال ساعات قليلة نجح مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور في افتتاح صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالسيدات، وذلك عقب تجديدها بأحدث الأجهزة وفقا للمواصفات العالمية. وفي نفس اليوم افتتح المستشار مرتضى منصور حمام السباحة الكبير الذي يحمل اسم المستشار الراحل جلال إبراهيم، كما افتتح الحمام الأولمبي الذي يحمل اسم اللواء عبد العزيز قابيل، وذلك بعد التجديد الشامل. كل ما سبق نتاج أيام من العمل، وقبل كل ذلك جهود صادقة. في شهر مايو كذلك افتتح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من الحدائق والمنشآت الجديدة داخل مقر القلعة البيضاء، وشهد الافتتاح حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة والإعلاميين والصحفيين وضيوف نادي الزمالك. مجموعة من الإنشاءات
التي يفخر بها أعضاء الزمالك، ليتأكد الجميع أن الزمالك في عام 2022 يعيش طفرة إنشائية. ورجعنا لكم مرة تانية وبنستقبل ضيفنا الناقد الرياضي أستاذ علي بركة. منور الدنيا أستاذ علي. الله يخلي حضرتك، ميرسي قوي، شكرا جزيلا. بشكرك جدا. أكيد حضرتك طبعا سمعت التقرير، دلوقتي احنا بنتكلم عن الإنشاءات داخل نادي الزمالك، يعني حضرتك رأيك إيه في الإنشاءات اللي بتحصل داخل النادي وكلمنا أكتر عنها؟ هو النادي 55 فدان. أنا بيتهيألي دلوقتي المشكلة اللي هتواجه مجلس الإدارة إنه مش مفيش دلوقتي يعني مثلا إيه متر واحد تقدري تعملي فيه حاجة جديدة. خلاص يعني تم عايز أقول الاستفادة الكاملة من كامل المساحة. ده خلاص يعني أنا بيتهيألي مفيش حاجة هتتعمل. إذا كان حاجة هتتعمل بعد كده هتتعمل يا إما في النادي النهري يا إما في أكتوبر 6 أكتوبر على أساس أنه النادي خلاص كده استكمل كل شيء ممكن يحصل. مفيش حاجة دلوقتي، لو حضرتك بتروح النادي عايزة أي نوع من أنواع المرافق، الخدمات، المحلات، بتاع اي حاجه هتلاقيها موجوده. خلاص ما بقاش في حاجه تانية ممكن تتعمل. لا احكي لي بقى ايه الانشاءات اللي حصلت الاخيره، يعني تم في جم للسيدات وفي حمامات سباحة يعني كلمني اكتر، تم تطوير حمام السباحه الاولمبي بالظبط. ده حمام السباحه الاولمبي ده كان يعني محتاج لمعجزه علشان يرجع في الزمن القياسي ده. انا فاكر يعني من حوالي مثلا قولي 20-25 يوم ما كانش فيه أحداث تقريبا داخل حمام السباحة الأولمبي، وكان بيشتكي فيه المسؤول إن في حاجات ما جاتش وحاجات ما اتعملتش وحاجات زي كده. المستشار مرتضى منصور كان الحقيقة قدامي بعد جاب المسؤولين كلهم وحل المشكلة وتم افتتاحه امبارح. دي حاجة المفروض تاخد لها على الأقل خالص من 3-4 أشهر. خدت وقت قد إيه بقى؟ ما كملتش 20 يوم. واخدة بال حضرتك؟ وقيسي على كده بقى كل الإيه، كل اللي يخطر على بالك. يعني الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على افتتاح اللي هي حدائق الملك في شارع الملك فاروق. كانت برضو عباره عن ايه، عن مكان معمول بالبلاط، هوب بقى 15 جنينه. واخد بال حضرتك؟ فيعني من كل النواحي الحقيقه انا شايف انه الطفره الانشائيه خلاص ما عادتش، من وجهة نظري طبعا، يعني ما عادش في حاجه ممكن تقدري تستفيدي بيها. وبعدين بقت فيها كمان، بص انا شايفه حضرتك بتبص معايا في اهتمام يعني واضح جدا ان احنا يبقى في حمام سباحه للسيدات، في جم للسيدات، يعني برضو الاهتمام بالسيدات بصراحه برضو عاجبني جدا جدا جدا، ان احنا عاملين لهم جم يروحوا في اي وقت هم عايزينه. وعارف اوقات احنا بنتخنق مثلا او بنتضايق من فكره ان يبقى في مواعيد محدده، تروح من الساعة كذا للساعة كذا، فكرة ان يبقى وهي برضو موضوع المواعيد المحددة. يمكن انا عشان بتردد على كثير من الاندية برضو الى حد ما مجالس الادارات معذورة. ليه معذورة؟ هو عنده حمام سباحة واحد، فعشان يعمل حمام هذا الحمام يخصصه للسيدات لازم يعمله في توقيت بالزبط. معين والتوقيت الاخر يبقى مفتوح. بتبقى مسألة صعبة جدا. وبعدين في حاجة كمان يعني لو أذنتيلي أنا طبعا. بس الحقيقة مش عايز أتكلم قوي في الموضوعات دي لسبب أنا ماليش قوي في السوشيال ميديا، لكن من أن الآخر كده تلاقي واحد طالع بيشتمني، ليه يا عم؟ يقول لك ده بيطبل. أنا بقول لك اللي إحنا شايفينه. لا أنا بسألك على الواقع، إحنا بنتكلم إن في جم للسيدات. مش جم بس حضرتك، كمان يعني كل حاجة، حتى كمان الحدائق معمولة وفق الأعمار السنية، بحيث انك انت لو حضرتك لو في ناس كبيره في السن او كده ما ينفعش يقعدوا في مكان ما ينزعجوش في وجود اطفال. عايز اقول لحضرتك بالنسبه لحمام السباحه بالذات ده كان برضو يعني ازاي يبقى حمام سباحه خاص بالسيدات في اي وقت يقدر يروح يشتغل. وبعدين كمان المستشار عمل حاجه، خد قرار من كام يوم كده اهو ان هو مد في ساعات التواجد، يعني انت كده اهو كانك بالظبط كانك في مصيف. ان يعني إن اللي يقعد لغايه الساعه مثلا 12 بالليل. واخده بال حضرتك؟ دي برضو الى حد ما كانتش موجوده. فيعني من كل النواحي الحقيقه الانجازات اللي اتعملت الحقيقه كانت اكثر من رائعه. وبعدين حمام السباحه الاولمبي، يمكن الجمله اللي هربت دلوقتي من دماغي ان ده حمام سباحه اولمبي يعني بيخرج ابطال.
صعب جدا جدا ان انت تمشي في التوازي مع الانجازات الرياضيه مع ارضاء الاعضاء. يعني الميداليه مع راحه العضو، او يبقى الرياضه للبطوله والرياضه للجميع. بالظبط. فدي معادله صعبه جدا جدا انها تتعمل، واتعملت جوه نادي الزمالك. بالظبط. يعني كل الناس بصراحه شاهده على التطورات اللي بتحصل والطفره الانشائيه اللي موجوده. بقول لحضرتك انا عشان عضو من زمان قوي، وقبل ما كنت ابقى عضو كنت بروح النادي وانا طفل. النادي ما كانش كده ما كانش حتى فيه اكتر من 10-15% من مساحته هي اللي كانت. ما انا كنت بروح وكنت بشوف، ما انا عشان كده بقول يعني انا كنت بروح طبعا. بقول لحضرتك خلاص انا من وجهه نظري ما فيش مكان ما، يا اما اتعمل ملعب، يا اما اتعمل حديقه، يا اما اتعمل حمام سباحه، يا اما اتعمل قاعده للاعضاء. يعني في كل الاحوال الحقيقه انا بشوف ان نادي الزمالك، ولذلك هقول لك حاجه كمان يمكن تكون ناس كتيره ما تعرفهاش. نادي الزمالك حاليا لغايه النهارده السبت لغايه يوم الخميس اشتراك النادي ب 63,000 جنيه. كويس. اشتراك النادي هيبقى بعد يوم الخميس ب 280,000 جنيه. وده من وجهه نظري برضو شايف ان هو عادي. عارفه ليه؟ لان انت لما بتقارني نفسك بتقارني نفسك بالانجازات اللي موجوده في نادي الصيد ونادي الجزيره. الصيد معدي 750,000، الجزيره معدي المليون. فازاي بعد ده كله يبقى 63,000؟ ما هي بتبقى كده كده اي مكان بيحصل فيه تطورات ده اللي ده الطبيعي يعني اللي بيحصل فيه. عايزين عايز اخدك بقى ونروح لكره القدم، ونروح للزمالك والداخليه، وهي بصراحه من المباريات الصعبه جدا جدا جدا. شايف ازاي المباراه دي؟ والله شوفي زي ما حضرتك قلتي هي مباراة صعبة جدا، لسبب لأن فريق الداخلية ليس لديه ما يفقده أو ما يخسره، ودي على فكرة بتبقى من أصعب ما يمكن بالنسبة للفرق اللي بتلاعب الأندية الكبيرة. إنها بتبقى ده بالعكس، ده هي بتبقى عشان بتلعب أندية كبيرة فبتبقى عايزة تثبت نفسها وتقول إن هي موجودة. أنا أقصد أقول إن هو لو خسر 10-0 محدش هيقول أنت بتعمل إيه. فبيلعب بأعصاب هادية شوية. أنت عندك مشكلتك إن الأندية الكبيرة رغم إنها بتبقى فيها يعني إمكانيات وفيها شهرة وفيها يعني ليها حاجات كتيرة قوي، لكن بتبقى مشكلة إنه كل ده تحت ضغط عصبي. تحت ضغط عصبي للمدرب وللعيب وللإدارة. ليه؟ لانه لو لا قدر الله انت خسرتي مباراه مع الفرق دي بقت كارثه، وفي نفس الوقت الفرق دي مش فارقه معاها. يعني كتير جدا من الفرق الصغيره لما بتلعب فرق كبيره بنلاقيها بتجتهد قوي، وبعدين تيجي توفق وتكسب وتخرج الفريق الكبير، الماتش اللي بعده مع فريق اضعف منه او اصغر منه او اقل. ما ده بقى اللي بكلم حضرتك فيه، ان هم بيبقوا عايزين يثبتوا نفسهم. وانا لما اغلب هي بتبقى مباراه شهره، مثلا ببقى عايزه ان انا اغلب فرقه كبيره فاقول ان انا قدرت اثبت نفسي واغلب فرقه كبيره. ولكن عايزه اروح معاك برضو دي حاجه تانية، ان هي غياب الدوليين عن مباراه الداخليه، وده هياثر علينا ولا مش هياثر علينا، ولا فيريرا هيبقى عنده حلول كمان للمباراه الداخليه؟ هو يعني خلينا برضو امناء ان القيد انك انت تقعدي سنتين بالنسبه للفريق بيجيب بطولات صعب جدا انك انت يعني تقدري تحتفظي بالهيكل الرئيسي والاحتياطي معاكي. فانت في كل الاحوال عندك مشكله، ومشكله كبيره. لكن انا بعتقد انه اداره نادي الزمالك بتتعامل برضو مع الموضوع بشكل نفسي كويس قوي. فيريرا ايضا من المدربين الاقوياء قوي في المسائل النفسيه. فيعني الموضوع مش هيبقى فني قوي، لان فنيا في كل الاحوال لاعب النادي الزمالك سواء كان الاساسي او الاحتياطي يستطيع ان هو يكسب فريق الداخليه. ده المنطق يقول كده. طب شايف ان مستر فيريرا لجوءه للناشئين ده يعني يحل شويه من الازمه اللي عندنا بسبب القيد؟ هو شوفي هو بيعاني، يعني بكل المقاييس هذا المدرب بيعاني، وبيعاني جامد جدا. فهي مش حكايه كده، هو حكايه ان هو ما عندوش بدائل. يعني خلي بال حضرتك البدائل بالنسبه له قليله جدا، عنده لعيبه موقوفه، عنده لعيبه مصابه، يعني الى حد ما بالظبط الموضوع بيبقى مش سهل ان هو
يكسب ماتش ويكسب شويه بالظبط. ففي كل الاحوال هو بيلجا للايه؟ للحل اللي هو يعني قد يبدو اصعب لكن هو الحل الاوحد. طيب شايف ان احنا فوزنا على الاسماعيلي ده مدينا دفعه كبيره جدا ان احنا نقدر كمان نفوز على الداخليه؟ مؤكد. يعني هي مباراه الاسماعيلي لم تكن مجرد مباراه، لانها كانت عايز اقول كانت مباراه فوز على الظروف قبل ما يبقى فوز على الخصم. الزمالك فاز في ظروف صعبه جدا وقدر يقف على رجليه، وانا شايف الحقيقه انها كانت مباراه تستحق الفوز. وخلي بالك انا بيجي علينا وقت بنفكر ازاي لما بيبقى في فتره توقف تبقى اخر مباراه قبل التوقف تبقى مهمه قوي. طبعا ده لازم. احنا اصلا ده اللي كنا بنقوله احنا هنا في البرنامج. ما تقدريش تقعدي فترات طويله وانت خسرانه، وبالذات في الانديه الكبيره الانديه الجماهيريه دي حقيقه. فهي كانت مباراه مهمه جدا، الفوز فيها كان فوز لعبا واداء ونتيجه. طب شايف ان احنا من خلال مباراه الاسماعيلي قدرنا ان احنا نعالج شويه السلبيات؟ هي بالتاكيد طبعا، يعني بالذات في الشوط الثاني، انت في الشوط الثاني احنا عندنا يعني كميه ايجابيات تحققت كانت كبيره جدا جدا. وانا ما اعتقدش ان يعني لو نادي الزمالك لعب كل مبارياته المقبله كما لعب في الشوط الثاني امام الاسماعيلي، انا شايف انه يعني الفريق كان يستحق الفوز عن جداره. دي حقيقه. طيب احنا هنطلع دلوقتي، يعني احنا لسه طبعا قدامنا كلام كتير جدا عن الزمالك، ولسه كمان عن الدوري، ولسه كمان طبعا عن مباراه المنتخب بكره امام غيني، ولكن هنطلع فاصل قصير وهنرجع بعدها نستكمل كلامنا مع الناقد الرياضي استاذ علي بركات. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع الناقد الرياضي الاستاذ علي بركه. عايزين نتكلم بقى على لقاء القمه الديربي ما بين الزمالك والاهلي، وشايف المواجهه دي ازاي؟ هي طبعا يعني قبل ما اناقش قضيه مباراه الاهلي والزمالك، في دلوقتي موضوع على الساحه بيتردد انه الزمالك اداره نادي الزمالك قررت انها مش هتلعب المباراة إلا لما يؤدي الأهلي المؤجلات المنافس يؤدي نفس المؤجلات بحيث إنه يبقى في تكافؤ فرص. في ناس كتيرة يعني ناس بسيطة كده زي حالاتي كده هو بيسألوا طب وتفرق معاك إيه؟ أنا عايز أقول لحضرتك أنا لما ألعب 20 مباراة وضع طبيعي جدا إني آخد إنذارات وتبقى في إصابات، ده شيء بديهي. فتكون النتيجه ان فرصتي تبقى اقل من فرصه حد تاني لعب 16 مباراه بانذارات اقل بايقافات باصابات اقل. فهو كانت وجهه نظر اداره نادي الزمالك انه نبقى قد بعض عشان يبقى فيه تكافؤ فرص. وعايز اقول كمان انه الانديه مش لازم السنه دي او هذا الموسم، يعني في مواسم كثيره سابقه كانت بعض الانديه بتطالب تقول لك انا مش هلعب المباراه الا لما يبقى فريق الخصم بتاعي يلعب نفس عدد مبارياتي ويلعب مؤجلاته. فانا اقصد اقول ان هي لا هي جديده ولا مستحدثه، ولكن دي منافسه وكل نادي بيشعر انه يعني من حقه ان هو يتخذ الطريق اللي يشوف بيه ان هو الافضل له. بالظبط. طيب ايه نصيحتك ليه لاعبي الزمالك قبل هذه المواجهه اللي هي الاهلي؟ والله شوفي انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي يعني اهم حاجه فيهم في الفريقين عامه ان هم عندهم بيبقى يعني بيقدروا يلعبوا تحت ضغط. انا مش حساسني لعيبه الزمالك بس، انا هقول لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك. غير كده دايما ان مباراه الاهلي والزمالك العالم كله بيتابعها، العالم كله بيشوفها، وانا بتمنى انها تبقى مباراه تليق بالقطبين الكبيرين. يعني ما يبقاش في فريق واحد بيخرج عن النص وفريق اخر، يعني عايز اقول ننسى بقى اي ضغوط عصبيه حصلت اسفرت عن تصرفات غير لائقه، ونحاول بقدر الامكان نحسن هذه الصوره أمام العالم
من اللي بيشوفنا يوم 19 يونيو. دي حقيقة. طيب لو عايزين نتكلم عن يعني هل الزمالك تأثر بغياب طارق حامد والمسلوسي وكمان شيكابالا؟ شوفي الزمالك احنا كنا بنتكلم من شوية انه الراجل بيحاول يوجد كمان بدائل من الناشئين. بالظبط. اي لعيب هيسيب الفريق او هيغادر الفريق لاي سبب من الاسباب سواء كان ايقاف او اصابة، انا شايف انه هيترك اثر، واثر كبير جدا جدا. احنا ما عندناش للاسف رفاهيه الاختيارات. احنا يعني كان الله في عون الجهاز الفني. بالظبط. وان هو برضو مجموعه اللي قدامه مجموعه قليله جدا اللي بيقدر يتعامل معاها. فحضرتك سالتيني هيتاثر؟ ايوه بالتاكيد هيتاثر. احنا كده كده ما هم ما كانوش معانا في المباراه الاسماعيلي. ما هو ماشي. بس اللي انا قصدي عليه على المدى ده، على المدى القريب والمدى البعيد، اللعيب اللي بيلعب مثلا 5 ماتشات غير اللعيب اللي بيلعب ماتشين. طبعا. ان ده برضو بيستهلك، حتى البديل بيستهلك كتير جوه الملعب. انت برضو بقدر الامكان عايزه يبقى عندك في يعني تغيير في الاختيارات، تغيير في المراكز، تغيير في اللعيبه يعني. فمن ناحيه هيتاثر؟ ايوه هيتاثر من وجهه نظري طبعا. في يعني باذن الله شيكابالا بنسبه كبيره ممكن يلحق مباريات الداخليه. قد ايه غياب شيكابالا كان اصلا مأثر على مباراه الاسماعيلي، وقد ايه وجوده هيبقى فارق معانا جدا 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 في مباراه الداخليه؟ شوفي حضرتك شيكابالا جنب ان هو لعيب وكابتن الفرقه وشخصيه قياديه وبيقود زملائه وكده، شيكابالا انا بعتبره انه يعني عايز اقول ايه، ان غيابه بتبقى بيقلل متعه المباريات. دي حقيقه. اتفق معاك هنا جدا. بالظبط. بالاضافه لانه وجود شيكابالا بيعمل ثقه عند الجماهير وعند اللعيبه وعند الخصوم وعند كل حاجه. يعني عند اقصد اللعيبه زملائه، وبيعمل كمان مشكله عند الخصوم. خلي بال حضرتك الخصم لما بيشوف شيكابالا برضه بيبقى فيه شكل من اشكال التوتر. طبعا. واخده بال حضرتك؟ وده على فكره مش عند شيكابالا بس، عند لعيبه كتيره. طيب نيجي بقى بما اننا جبنا سيره المنتخب نتكلم عن مباراه غينيا بكره ومنتخبنا الوطني، شايف المباراه دي ازاي؟ هي برضو هتكون اكثر من مباراه، يعني اهميتها انها اكثر من مباراه. الكابتن ايهاب جلال تعرض لحمله ضاريه جدا جدا، وانا شايف لو ربنا وفقه ان شاء الله وكسب وعمل مباراه قويه، انا اعتقد انها هتبقى ميلاد حقيقي له، وهتتوقف بالتاكيد هذه الحمله البشعه عليه. يبقى هي مهمة قوي للجهاز الفني، هي أيضا مهمة للمنتخب كمنتخب، مهمة لمحمد صلاح عشان يستعيد برضو. هو تعرض هو الآخر لهجوم، هجوم صعب جدا. أنا شايف أنه تبقى فرصة ذهبية أنه هو يعني يصالح الجماهير المصرية اللي شعرت أنه هو يعني بيدي نادي اكتر ما بيدي المنتخب. لا يعني ما اعتقدش ان ممكن يكون حد شايف كده قوي، لان صلاح فعلا يعني بيدي بكل روحه وكل طاقته مع المنتخب الوطني، واعتقد كمان في المباريات اللي جايه صلاح هيبقى يعني لاخر نفس فيه هيدي للمنتخب، لانه اكيد طبعا عايز يعوض الهزيمه اللي حصلت في تصفيات كاس العالم وكمان النهائي اللي كنا مع السنغال ايضا. فاعتقد هم كلهم بكره هيبقوا عايزين يعوضوا بشكل كبير جدا، كلهم اصلا هيبقوا عايزين يصالحوا الجماهير المصريه. بكره في 40,000 مشجع هيكون حاضر في المدرجات ان شاء الله. شايف ايه الدور بكره اللي هيكون على الجماهير؟ والله هي يعني طول عمر الشعب المصري شعب عظيم. الجماهير الكوره ما هي جزء من الشعب المصري. انا بشوف انه يعني من الطبيعي جدا ان يبقى الجماهير تلتزم بالروح الرياضيه، ايضا ما تتعجلش الفوز، ما تتعجلش احراز الاهداف، لان ده بياتي دايما بنتائج سلبيه وعكسيه على اللاعبين. انا شايف انها فرصه ذهبيه علشان يصالحوا جماهيرهم، وان كنت بتصور ان فريق غينيا ليس الفريق السهل اللي ممكن الناس تتعامل معاه بهذا الشكل. انت اللعيبه دي لما تشوفي الاسماء والانديه الاوروبيه اللي بيلعبوا لها حاجه يعني بصراحه حاجه تخوف حاجه يعني على الاقل خالص مش هتبقى مباراه سهله، هتبقى مباراه تتطلب
يعني جهد من الجميع، وجنب ده كله يبقى فيه التزام جماهيري بالتشجيع. يا رب ان شاء الله. طيب تتوقع ايه ليه كابتن ايهاب جلال ومسيرته مع المنتخب؟ والله ما انا لسه بحكي لحضرتك، مباراه غدا دي مباراه حاسمه جدا، حاسمه بالنسبه له اكتر، بالنسبه له جدا بالظبط. المباراه دي ومباراه يوم 9 مع اثيوبيا. انا شايف لو ربنا وفقه وتجاوز هاتين العقبتين، انا شايف انه هيبقى يعني هيمشي، ومن يعني ما يدريك انه ايهاب جلال ممكن جدا يكون اسطوره من اساطير التدريب لو وفق وخيب ظن الناس اللي هي بتهاجمه. ان شاء الله نتوقع بكره يا رب، يا رب ان شاء الله. كده كل اللي يهمنا طبعا مدرب، وهو مدرب على فكره، مدرب قوي جدا جدا، مدرب بيحب الكره الجميله وبيحب العروض الرائعه داخل الملعب، يعني مش بس بيدور. قويه وشخصيته محترمه ومهذب، وعايز اقول ان هو يليق ان يكون بيتعامل مع هؤلاء النجوم العالميين اللي عندنا. كابتن ايهاب جلال درب في الدوري المصري عده انديه، اسماعيلي، مصر المقاصه، بيراميدز مؤخرا، شايف قربه من الانديه المصريه سهل عليه عمليه الاختيار، وكمان هيسهل عليه فكره ان هو بكره يختار مين في التشكيل الاساسي؟ هو بالتاكيد يعني هو ما كانش بعيد خالص، وحتى كمان لو كنت جبت مدرب اجنبي ما هو بيقعد يتفرج على فيديوهات. يعني هو كيروش لما جالك وجاب لك مهند جاشين وطلع لك كام لعيب ناس كتيره ما تعرفهمش، يعني جابهم منين؟ جابهم من اشارات الفيديو والمشاهدات وحاجات كده. فيعني انا شايف الكابتن ايهاب جلال مش بعيد عن الكره المصريه، وانا بس بتمنى ان الجماهير ما تستعجلوش، يعني تبقى هاديه عليه علشان على الاقل خالص لا تفقده تركيزه اثناء المباراه. حضرتك عارف طبعا دلوقتي في مؤتمر بالفعل شغال لكابتن ايهاب جلال، وابرز النقاط اللي اتكلم عنها هو ان الشناوي لن يتواجد في مباراه غينيا. ايوه. غياب الشناوي ووجود طبعا ابو جبل. رايك ايه في اداء ابو جبل مع المنتخب؟ لان ابو جبل مع المنتخب بيبقى متألق جدا 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 جدا، بيبقى مدرك جدا طبعا حجم الموقف اللي هو فيه، فبيبقى على اتم استعداد جدا زي ما شفت طبعا تألقه في كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم مع السنغال. شو قول لي يعني، كلمني اكتر عن هذه النقطه. هو احنا عندنا في مركز حراسه المرمى الحقيقه يعني مصر حاليا ما فيهاش مشكله. يعني عندنا ثلاث اربع حراس جامدين جدا، وخلي بال حضرتك ان كمان صبحي وابو جبل والناس كمان بتتكلم على عواد. يعني انت برضو في حاله لو انت استغنيتي على كل اللي موجودين دول ممكن تجيبي عواد ينزل، كان متألق جدا في مباراه اسوان طبعا، ويشيل ويسد ويبقى على المستوى المطلوب يعني. فطبعا نتمنى كل الخير للكابتن الشناوي وعودته مره اخرى للملاعب، وربنا يشفيه ان شاء الله. لكن انا بقول لحضرتك انه مش هنتاثر كثيرا بغياب الشناوي، ما عشان كده بسالك على ابو جبل. ابو جبل ابو جبل يعني لما بيبقى مركز بتاخدي منه نتائج ايجابيه كويسه. دي حقيقه. عايزه اتكلم مع حضراتكم عن كذا نقطه قالها كابتن ايهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي، واللي ممكن تبقى سلبيه الى حد يعني كبير، زي اصابه احمد فتوح بفيروس كورونا. قضاء الله وقدره، يعني مش عن وضع طبيعي. اللعيب جاله فيروس كورونا، طب هنعمل ايه؟ ربنا يشفيه يا رب ويقومه بالسلامه. والمفروض ان المنتخب المنتخب غير النادي. يعني المنتخب لا يتاثر كثيرا بغياب لعيب، الا بقى لو كان مثلا في حجم محمد صلاح يعني حاجه كده. لكن بوجه عام المنتخب عنده بدائل، وبدائل كثيره. هو كده كده يعني قال كمان خلال المؤتمر الصحفي في وديه كوريا سوف يتم الاستعانه بلاعبين اخرين، لان كمان في اصابه لي انني في التدريب امبارح، ولكن ما حسموش لحد دلوقتي اذا كان هيقدر انني يشارك بكره ولا. يعني احنا كده عندنا غياب للشناوي وغياب لي فتوح وفي اصابه للنني لسه مش عارفين موقفها ايه، او يعني لم تحسن بعد. انا عايز اقول يعني هو لو بيعمل مباراه وديه
واخد بال حضرتك. طب ليه مش هيستفيد بلاعبين اخرين؟ ما هو اللاعبين اللي موجودين اللي هو عارفهم خلاص، هو مش محتاج يشوفهم. يعني وضع طبيعي ان المباراه الوديه الهدف منها ايه يا فندم؟ انك انت تشوفي وتستطلعي المواهب الجديده والناس اللي ممكن تسد معاكي. وخلي بالك برضو ان اللعيب المحلي بيختلف عن اللعيب الدولي. طبعا اللعيب الدولي وارد جدا ان هو يعني تلاقي لعيب مثلا زي ما انت كنت بتكلميني دلوقتي عن ابو جبل. ده لعيب بكل المقاييس لعيب دولي. لعيب دولي طبعا. في لعيبه تانية كتير بتبقى في تدريبات هايله جدا، بتنزل في مباريات وديه، مباريات محليه بتبقى قويه جدا، ينضم للمنتخب لا شيء. يعني لو حضرتك بص كمان تبص معايا تدريبات المنتخب الوطني، وكنا شايفين من شويه كابتن ايهاب جلال مع يعني محمد عبد المنعم في التدريبات، واضح ان هو كان يعني بيقول لبعض التعليمات، واضح على اللعيبه يعني في اريحيه، يعني اللعيبه تحسها مش مضغوطه. يعني هو طبعا لانه بيبتدي لسه مشوار بقى. يعني هو حاليا لسه لم يدخل في مجال الضغوط. خلاص هو بيبتدي المشوار، لو قدر له ان شاء الله وربنا وفقه يوم 5 ويوم 9 يعني خلاص كده تبقى بيبقى ارتاح نفسيا وبيقدر يواصل. ومش هو بس اللي بيرتاح، خلي بالك هو هيرتاح، الجهاز الفني هيرتاح، اتحاد كرة القدم نفسه هيرتاح. ده حقيقي، لان لما بيبقى هجوم بيبقى هجوم على الجميع. انت قلت لي ان انت يعني اكيد طبعا اتفرجت كتير جدا على طريقه لعب كابتن ايهاب جلال، فكرك هيبتعد شويه عن طريقه لعب مستر كروش ولا ممكن يمشي على نفس النهج لحد حتى مباراه كوريا الوديه؟ لا بيتهيألي لو مدرب منتخب في الظروف العصبيه اللي هو فيها دي لا يمكن ابدا هيعتمد على الكره الهجوميه يعني ممكن يبقى ماشي على نفس النهج مستر كروش، يبقى في حذر، لا هيبقى في على الاقل خالص حذر دفاعي يمكنه من انه على الاقل خالص لو ما كسبش ما يخسرش. لو ما كسبش ما يخسرش، بس احنا محتاجين الفوز بكره، احنا محتاجين بكره وكمان يوسف، عايزين نبقى يعني مرتاحين جدا. انا فاهم، بس انا بتكلم بمنطق انه المجازفه الهجوميه اللي القويه دي ممكن جدا تجيب نتائج عكسيه. انا بعتقد ان هو هيبقى عنده حذر، ولكن هو كمدرب من نوعية المدربين اللي بيحب اللعب الهجومي اللي فيه جماليات. دي حقيقة، ودي الشعب المصري كمان بيحبها، ودي اللي بيحبها كمان جمهور نادي الزمالك. يعني جمهور نادي الزمالك لو انت كسبت ماتش وما لعبتيش كويس ما تلاقوش خارج فرحان. احنا الفن والهندسه. بالظبط، دي حقيقة، دي موروث. يعني عايز اقول لحضرتك حاجة من مثلا ايه، من الخمسينات لغايه دلوقتي. طبعا احنا الفن والهندسه، احنا اللي دايما بنلعب كره حلوه، وده اللي احنا دايما جماهير الزمالك بتحب ان هي تشوفه، ان احنا نحب نشوف كره حلوه، مش بس مكسب. طبعا المكسب يهمني، بس احب اشوف كمان لعيبتي بتلعب كويس، احب اقدم عرض حلو، لان دايما لما جمعنا من شويه اهداف زيزو تلاقيها كلها اهداف هايله جدا، يعني مش صعبه وفي نفس الوقت مش سهله، نلعب السهل الممتنع ونلعب الصعب، يعني لا احنا بنحب فعلا الاداء الكروي العالي جدا جدا جدا، عشان كده سمونا مدرسه الفن والهندسه. هذا حضرتك لازم تنضمي للجهاز الفني. ربنا يخلي حضرتك. لسه بقى مكملين كلامنا عن المنتخب الوطني، وعايزه يعني اخد رايك في التشكيل او مش التشكيل، القائمه ال 27 لاعب اللي تم اختيارهم من قبل كابتن ايهاب جلال، ورايك ايه في هذه القائمه؟ ولكن احنا عندنا دلوقتي غيابات، عندنا غياب لي شناوي ربنا يشفيه يا رب، وفتوح زي ما قلت لحضراتكم اصيب بفيروس كورونا، ربنا يا رب يقومه بالسلامه، والنني اصيب ولكن اصيب في التدريب امبارح، ولكن مش عارفين لحد دلوقتي هو هيشارك بكره ولا مش هيشارك. كمان احمد حجازي وكمان محمد عبد المنعم وتقريبا كمان السوليه، فاحنا عندنا غيابات بكره في المباراه. تعالوا بعد كده نشوف مش بس التشكيل الامثل، رايك كمان في الاختيارات اللي اختارها كابتن ايهاب جلال. يعني هو بالتاكيد الاول خالص لحضرتك تفتكري هو اختار 44 لعيب. هو معرفش، انا حاسس كده، هو لما قعدت استطلع كل الاسماء كده، كل لعيب والنادي بتاعه وحاجات كده، انا مش شايف ان هو ساب لعيب مهم
ممكن يبقى بره ال 44. بس كويس، لان احنا شايفين لحد دلوقتي احنا لسه ما بداناش اول مباراه وعندنا اصابات كتيره. بالظبط، يعني اللي انا قصدي عليه هو ما زي ما تقولي حضرتك ما تجاهلش لعيب قوي. كل اللعيبه اللي اختارها هم دول اللي ايه اللي موجودين. الاصابات والحاجات دي بقى انا بتهيألي يعني خارج طبعا خارج عن ارادته، بس عن كويس عشان كده بقول لك في كمان جنب الاصابات في فتوح فيروس كورونا. بالظبط، يعني كمان مش اصابه ده مرض. فيعني بس يعني الحمد لله اللي يطمنك ان الدنيا مش زي زمان دلوقتي في موضوع مش زي زمان، مش زي مثلا من سنه او سنه ونص في فيروس كورونا دلوقتي. بالظبط، الحمد لله العلاج بقى بيجيب نتائج اسرع، واحنا ما كناش قادرين حتى نتعامل مع بعض بهذا الشكل. انت لو اي حته رحتيها بيمنعك من الطلوع الا في الماسك، يعني كانت الحياه مقفوله خالص يعني في الوقت ده. بالظبط، دلوقتي الاصابات الحمد لله قليله في العالم كله كمان على فكره، الحمد لله. مش عندنا بس. طب نيجي مثلا لحراسه المرمى، طبعا اللي هيبقى دلوقتي ابو جبل ومحمد صبحي ومحمد جاد بعد تاكد طبعا محمود غياب محمود جاد. محمود جاد بعد تاكد محمد الشناوي غياب محمد الشناوي. ايوه، يعني ابو جبل هي اصلها يعني ايه، هو بيختار دايما كمان من اجيال مختلفه. يعني دايما حراسه المرمى بالذات بيختار اجيال مختلفه، وبيبقى دايما الحارس اللي هو اصغر واحد او الاخير بتبقى له مواصفات خاصه طبعا. يعني ما بيختارش لعيب يكون نجم قوي علشان ما يعملوش مشاكل. بالظبط، يعني هو بيبقى لعيب عايز يتقال عنه ان هو دخل المنتخب، فمختار محمود جاد. طب لو ما جابش عواد مثلا، لان عواد لو دخل منتخب هيطلب ان هو يلعب اساسي طبعا. وحقه طبعا، لان عواد متالق جدا وحارس مرمى كبير. نيجي للدفاع، عندنا عمر كمال عبد الواحد وعمر جابر ومحمود علاء والونش وياسر ابراهيم وايمن اشرف، محمد عبد المنعم مش هيبقى موجود، احمد فتوح وكمان كريم حافظ. ايوه، تختار مين حضرتك في خط الدفاع؟ لا، ما هو ده برضه هيتوقف هو هيلعب ايه. لا يعني اقصد لو انت مثلا يعني مكان المدير الفني، ما انا بقول لحضرتك او تحب تختار مثلا. انا الاول خالص لما باجي اقيم الموضوع بشوف انا هلعب ازاي. 4-1-4-1 مثلا، واخد بال حضرتك، بتبقى ليها اللعيب هو اللي بينادي على المباراه، يعني هو بينادي عليه فبيقوم حاطه في الحته دي. لما بيلعب مثلا بثلاثه مدافعين غير لما بيلعب بخمسه غير لما بيلعب بواحد غير لما يعني وهكذا. فاللي انا قصدي عليه معلش في هذه الجزئيه تحديدا، انا برجو انه يعني ان تترك كامله لكابتن ايهاب جلال، لان هو بالتاكيد اللي عايش وعارف الظروف ايه بتاعه الناس، وعارف مين يقدر ومين ما يقدرش. واحيانا كمان المدرب بيبقى عنده حاجه استاذه مها، انه المدرب بيبقى حاسس ان اللعيب ده كويس قوي بس مش قادر دلوقتي، يعني غير مؤهل حاليا ان هو يكون في ارض، رغم انه ما قالوش حاجه بس هو شايف، هو شايف حاسس بيدي. في مره بدون قطع حديث حضرتك، كنت لسه صغير يعني وكده، وبقابل كابتن الجوهري وهو بيدرب المنتخب، فسالته يعني بقول له النادي الاهلي هيلعب مع كذا بتاع، تنصحه بايه بتاع؟ قال لي شوف انا قاعد معاك بشرب فنجان شاي وفي اوضه مكيفه ومش عارف ظروف الناس ايه. المدرب هو اللي شايف، هو اللي عارف، هو اللي حاسس، هو اللي عارف الايه الحدوته كلها. طيب استاذ علي، تتوقع ايه ان شاء الله بكره لمباراه مصر وغينيا؟ والله هي برضه هتتوقف على اول 20 دقيقه. يعني مصيرها ايه. لكن انا بتوقع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اننا هنكسب بفرق 2. يا رب ان شاء الله. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نروح مع بعض ناخد اجابات حضراتكم على موضوع حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشوف اجاباتكم وارائكم على سؤال الحلقه، وكان توقعاتك لمباراه مصر وغينيا في تصفيات امم افريقيا. محمود محمد، مساء الخير عليك يا ماما، واشكرك جدا. ان شاء الله نفوز باي نتيجه، اهم حاجه الاداء والثقه وتعود اللعيبه على طريقه اللعب الجديده، لان فهيم فيهم لعيبه اول مره تنضم للمنتخب، والتوفيق لمنتخبنا الوطني. نوره، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا يا نوره، بشكرك جدا كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا الوطني، وباذن الله 2-0 يا رب ان شاء الله يا نوره.
باسم مجدي، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا. باذن الله مصر هتفوز 2-0، محمد صلاح والونش. بحب الناس اللي محدده كمان مين اللي هيجيب اهداف. مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا. توقعي ان شاء الله 3-0 لمصر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا احمد. انجي الونش، مساء الخير يا ماما، بشكرك جدا. هتكون مباراه صعبه ومليئه بالحماس والتحدي، واتوقع ان شاء الله فوز منتخبنا 2-0، ولكن للوصول لهذا الهدف لازم اصرار وعزيمه من اللاعبين على عدم الهزيمه حتى اخر دقيقه في المباراه، واهم حاجه زياده ثقه للعيبه في نفسها، وان شاء الله منصورين وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني. رودي، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا. اتوقع فوز منتخب مصر 2-0، محمد صلاح واحمد سيد زيزو، كل الدعم للمنتخب الوطني. يوسف، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا. ان شاء الله منتخبنا باي اداء كبير يظهر بشخصيه البطل، اهم حاجه الروح والاصرار، واتوقع 3-1 لمنتخبنا ان شاء الله. كرم، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا. ان شاء الله 2-0، كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا. ندى، مساء الورد يا مها، بشكرك جدا يا ندى. هتكون مباراه صعبه بس احنا واثقين في منتخبنا، وان شاء الله هنفوز 2-0 وبالتوفيق لمنتخبنا. استاذ علي، كنت منورنا النهارده. الله يخلي حضرتك، وانا ميرسي قوي وشكرا جزيلا. ان شاء الله بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله يتجدد اللقاء مره ثانيه. شكرا يا فندم، ميرسي قوي، شكرا جدا. مشاهدينا، كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، وان شاء الله كل الدعم بكره لمنتخبنا، وان شاء الله نفوز بكره على غينيا باي نتيجه. بشكركم جدا على المتابعه، وان شاء الله اشوف حضراتكم الاسبوع الجاي على خير في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.